نسبة تسوس الأسنان في السعودية هي الأعلى في العالم، ممكن توصل إلى نسبة 94% إلى 96% من الأطفال يعانون من تسوس الأسنان، وكل هذا يرجع للوعي أو خلينا نقول المتابعة أو الزيارات للأطفال أو حرص الآباء والأمهات. هذا اللي قاعدين نحاول قد ما نقدر نحن نركز عليه، نغطي متى ممكن تكون أول زيارة لطبيب الأسنان، متى ممكن تكون المتابعة، طريقة التنظيف للأطفال مجرد ما يبدأ التسنين للأطفال وكيفية التنظيف. في كثير من الآباء والأمهات ما يكون عندهم فكرة متى أنا المفروض أني أراجع مع دكتور الأسنان، أو متى ممكن المفروض أني أنا أتابع في عيادة الأسنان. كثير يفكرها بعد 7 سنوات 8 سنوات، وهي في الواقع بعد أول سنة أو ممكن بعد أول ظهور أول سن في الفم. هذه الأشياء كثير راح نغطي فيها، وهذا اللي خلانا نركز أكثر في أقسام الأطفال اليوم أكثر من الـ من الـ من الـ من أقسام البالغين. كثير يعرف أو يفكر إنه عملية تنظيف الأسنان هي بس أستخدم الفرشاة وأوقف، وهذا شيء خاطئ. هذا ممكن ما يغطي نسبة 40% من عملية تنظيف الأسنان أو تنظيف الفم والأسنان بشكل عام.